بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله. الدرس 49. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن زينب بنت أم سلمة رضي الله عنهما قالت: توفي حميم لأم حبيبة، فدعت بصفرة فمسحت بذراعيها، فقالت: إنما أصنع هذا لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 4 أشهر و10. الحميم القرابة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تقدم أحاديث في العدد، ومنها عدة المتوفى عنها زوجها، وأنها إن كانت حاملاً فعدتها بوضع الحمل، وإن كانت غير حامل فعدتها 4 أشهر و10 أيام، وذلك بنص قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن، يعني ينتظرن. فالعدة هي التربص والانتظار بأنفسهن 4 أشهر و10. هذه عدة المتوفى عنها غير الحامل، 4 أشهر و10 أيام. تكون هذه الآية ناسخة للآية التي بعدها: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول. فهذه الآية تدل على أن عدة المتوفى عنها سنة كاملة، لكن هذا نسخ للآية التي قبلها، فصارت عدة المتوفى عنها 4 أشهر و10 أيام إذا لم تكن حاملة. والحكمة والله أعلم من جعلها 4 أشهر لأن الجنين في الشهر الرابع يتبين، تنفخ فيه الروح ويتحرك في بداية الشهر الرابع، فيتبين إن كانت حاملاً أو لا. وزيدت 10 أيام من باب الاحتياط، ويلزم المعتدة من الوفاة الإحداد، وهو تجنب الزينة مدة العدة وتجنب الطيب في مدة العدة، لينقطع طمعها في الزواج لئلا تستعجل رغبة في الزواج. فهذا من باب الاحتياط، أنها تترك الزينة وتترك الطيب، الزينة في اللباس، الزينة في البدن بالأصباغ والكحل، الزينة بالحلي، الزينة بالثياب، تتجنب كل ما فيه زينة. هذا هو الإحداد، وهو تجنب ما يدعو إلى نكاحها ويرغب في النظر فيها. هذا من باب سد الذرائع، هذا هو الإحداد. ويجب على المتوفى عنها مدة عدة الوفاة. أما غير الزوجة فلا يجب عليها إحداد، وإنما يجوز لها 3 أيام فقط إظهارا للحزن على قريبها، فتحد 3 أيام فقط إظهارا للحزن. هذا المباح، يباح له 3 أيام. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. وترك الإحداد 3 أيام أحسن، لكن إن كان ولا بد فإلى 3 أيام لتطفئ ما في نفسها من الحزن. هذا بالنسبة للنساء. أما الرجال فلا يجوز لهم الإحداد، هذا من أمور الجاهلية. الإحداد، الدولة على الميت، أو تنكيس الأعلام، أو لبس السواد، هذا كله من أمور الجاهلية، أو تعطيل الأعمال، كل هذا من أمور الجاهلية. فلا
يحل الإحداد للرجال على الميت ولو كان زعيما أو عالما أو ملكا، لا يجوز هذا، لا للأفراد أفراد الرجال ولا للدولة، لا يجوز لها الإحداد، تنكيس الأعلام ولبس السواد وتعطيل الأعمال، هذا كله من أمور الجاهلية. وفي هذا الحديث أن زينب بنت أبي سلمة ربيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أمها أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. ذكرت عن أم حبيبة بنت أبي سفيان زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها بلغها موت حميم لها، يعني قريب لها، فبادرت بشيء من التزين وترك الإحداد، أخذت شيئا من الصفرة ومسحت به على بعض جسمها لتظهر أنها لم تحد، فهي لم تأخذ بالإباحة 3 أيام، وهذا يدل على أن ترك 3 أفضل، لكن كان ولا بد 3 أيام كما يأتي. فهي فعلت هذا رضي الله عنها لتبين أن الإحداد خاص بالزوجة ولا يجوز لغيرها من النساء ولو كان الميت قريبا لها، فإنها لا تحد. نعم، أعد الحديث. عن زينب بنت أم سلمة رضي الله عنها رضي الله عنهما قالت: توفي حميم لأم حبيبة فدعت بصفرة. أم حبيبة هي بنت أبي سفيان زوج النبي صلى الله عليه وسلم، واسمها رملة، اسمها رملة. نعم. فدعت بصفرة فمسحت بذراعيها. نعم، مسحت بذراعيها بالصفرة، وهي نوع من الألوان أو المساحيق التي تتزين بها النساء. نعم. فدعت بصفرة فمسحت بذراعيها فقالت: إنما أصنع هذا لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. نعم، فدل هذا الحديث على أن الإحداد للنساء وليس للرجال، ودل على أن الإحداد يجب على الزوجة في مدة العدة، وأما غير الزوجة من قريبات الميت فإنها لا تحد، وإن كان ولا بد ففي حدود 3 أيام فقط. نعم. وعن أم عطاء، وفي الحديث أن العالم يبين للناس وقت الحاجة، يبين لهم الحكم الشرعي. نعم. وعن أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحد امرأة على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار. العصب ثياب من اليمن فيها بياض وسواد. نعم، هذا الحديث يفصل الإحداد، أو أنه يكون بترك زينة الثياب، فلا تلبس ثياب زينة إلا العصب، وهو نوع من ثياب النساء ينسج في اليمن، فيه سواد وفيه يعني ملون. أما الثوب المصبوغ بالعصفر أو بالزعفران فهذا لا يجوز للمحدة، تتجنب المصبوغات من الثياب للزينة، المصبوغات للزينة، ولا يستثنى إلا ثوب العصب، وهو ما كان من أصله منسوجاً بهذا اللون، وذلك تجنباً للزينة في الثياب. ولا يتعين للمرأة المحدة أن تلبس ثياباً خاصة كما يفهم بعض العوام، أن تلبس السواد أو تلبس الأخضر، هذا لا أصل له، إنما تلبس ما ليس فيه زينة، تلبس من الثياب ما ليس فيه زينة، هذا هو المقصود. ولا تكتحل في عينيها، لأن الكحل زينة،
الاكتحال من الزينة فتتجنب الكحل. وسيأتي في الحديث الذي بعده ما إذا احتاجت إلى الكحل لا للزينة وإنما للدواء، هذا سيأتي في الحديث الذي بعده. وأنها لا تمس الطيب بأنواعه، لا البخور ولا الذرور ولا السائل من الأطياب، لا تتطيب لا في بدنها ولا في ثيابها ولا تتبخر بالطيب، إلا أنها إذا اغتسلت من الحيض، إذا اغتسلت من الحيض في أثناء العدة فإنها تأخذ شيئا من الطيب وتستعمله في مخرج الحيض لأجل قطع رائحة الحيض من القسط، وهو عود اللي يسمونه العود الهندي ويتداوى به، عود القسط معروف عند العطارين، وعود الألوة وهو عود البخور، نوعان من الطيب، عيد القسط وعود القسط وعود الألوة، نوعان من أجود أنواع البخور، وأجودهما كان من الهند. فتتجنب الطيب، وذكر عود القسط إنما هو من باب التمثيل، وإلا فإنها تتجنب أنواع الطيب، إلا إذا اغتسلت من الحيض، معلوم أن الحيض له رائحة كريهة فتقطعها بأن تستعمل شيئا من الأظفار وهو نوع من الطيب، أو العود القسط تضعه في ضرور وتضعه في مخرج الحيض لأجل يقطع الرائحة فقط، ما هو من أجل التطيب وإنما من أجل قطع الرائحة. نعم. ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار. نبذة من قسط أو أظفار، النبذة يعني شيء قليل. نعم. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها، أفنكحلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، مرتين أو ثلاثة. ثم قال: إنما هي أربعة أشهر وعشر، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول. فقالت زينب: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر بها سنة، ثم تؤتى بدابة، حمار أو طير أو شاة، فتفتض به، فقلما تفتض بشيء إلا مات، ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها، ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره. الحفش البيت الصغير الحقير، وتفتض تدلك به جسدها. نعم. هذا الحديث في بيان المقارنة بين عدة الوفاة في الإسلام وعدة الوفاة في الجاهلية، وأنها كانت في الجاهلية شديدة ضيقة، فجاء الإسلام وخففها ويسرها على النساء، وذكر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا فيه المقارنة بين الإسلام والجاهلية، حتى يعرف المسلم نعمة الله ويعرف سماحة الإسلام ويسره، وما جعل عليكم في الدين من حرج. ولكن ليس معنى هذا أن الإنسان يترك الدين ويقول الدين يسر، ويترك الصلاة ويترك الواجبات ويفعل المحرمات يقول لا تشددون الدين يسر، الدين يسر بترك الواجبات وفعل المحرمات. لا، هذا ما هو بالدين. الدين يسر بمعنى أن أحكامه ميسرة، ما هو بالدين يسر معناه أنه تترك الأوامر والنواهي ويقال الدين يسر. هذا من المغالطة والعياذ بالله. الدين يسر في أحكامه وليس يسرا في تركه والتخلص منه كما يطالب بذلك أهل الضلال وأصحاب الشهوات الذين قال الله تعالى فيهم: ويريد الذين يتبعون الشهوات، يريد الله أن يخفف عنكم
وخلق الإنسان، والله يريد أن يتوب عليكم، والله يريد أن يتوب عليكم. الله جل وعلا لما ذكر أحكام النكاح والمحرمات في النكاح يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. فاليسر هو في التزام الدين، والدين يسر ولله الحمد، ما فيه من حرج. الواجبات ما فيها حرج، المحرمات تركها ما فيه حرج، بل هو الخير. أما أن يفسر يسر الإسلام بالتحلل من أحكامه وترك الأوامر وترك النواهي، هذا من المحادة لله ولرسوله، وهذا من عمل أصحاب الشهوات الذين يريدون أن يميل المسلمون عن دينهم، وليس الميل اليسير بل ميلا عظيما والعياذ بالله. ما يرضيهم الميل اليسير حتى يخرج الناس من دينهم، يقولون الإسلام يسر، ما يلزمكم شيء ولا يمنعكم من شيء، كذا يقولون. وهذا الذي ينادي به الكفار الآن، وينادي به عملاء الكفار من المنتسبين للإسلام، يريدون المسلمين يتركون دينهم حجة أن الدين يسر. الحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته هذه المرأة أن زوج ابنتها توفي وصارت في العدة، عدة الوفاة، أصابها وجع في عينها، سألت النبي صلى الله عليه وسلم هل تكتحل من باب التداوي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، وكرر ذلك لا، يعني لا تكتحل، لأن الاكتحال من الزينة، اكتحال من الزينة، فلا تكتحل. والعلاج ليس خاصا بالكحل، هناك علاج للعين غير الكحل، فتعالج عينها بالمرهم، بالقطرات، بالأشياء التي ليس فيها زينة. لم يكن علاج العين خاصا بالكحل، فيه من أنواع الضرورات وأنواع القطرات وأنواع المراهم ما يكفي عن الكحل، لأن الكحل فيه جمال، تكحل في العينين فيه جمال، لذلك منع منه النبي صلى الله عليه وسلم، دل على أن المحدة لا تكتحل. لكن جاء في بعض الروايات أنها إذا اضطرت إلى ذلك تكتحل بالليل وتغسله بالنهار، تكتحل بالليل تغسله بالنهار. أما أن يبقى الكحل عليها بالنهار فلا، لا يجوز هذا، لأن هذا زينة. نعم. فدل هذا الحديث على، دل هذا الحديث على مسائل: أولا فيه السؤال أهل العلم، ثانيا فيها أن الكحل من الزينة، وأن المحدة لا تكتحل. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قارن بين العدة في الجاهلية والعدة في الإسلام. كانت في الجاهلية المحدة تدخل في بيت من أضيق البيوت، في حفش، والحفش هو البيت الضيق الخشن، هذه عادتهم في الجاهلية. وكانت لا تتنظف ولا تعمل أي شيء، تصيبها الأوساخ والأدران والعرق ولا تتنظف، هذا من التشديد الذي ما ليس من الدين، وإنما هو من تشديدات الناس وعوائد الناس. ثم إذا تمت عليها سنة، أولاً أنها تكون في بيت ضيق، والإسلام لا يقر هذا، ما تكون المحدة في بيت ضيق، تكون المحدة في بيت مناسب، تكون في بيت مناسب، في فلة أو في شقة أو في أثاث طيب، في بيت مناسب، ما تكون في حفش ضيق وأثاث رث، هذا ليس من الدين. هذا من ناحية المسكن، فالإسلام وسع لها مما كان في الجاهلية. ثانيا من ناحية المدة، الإسلام جعل عدة الوفاة 4 أشهر وعشرة أيام، بينما في الأول كانت العدة سنة 12 شهر، مدة طويلة. الناحية الثالثة عند الخروج، الإسلام إذا تمت
العدة تخرج تلقائيا من دون أنه تعمل أي شيء، تخرج تلقائيا عاديا دون أنه تعمل أي شيء. في الجاهلية لا، عندهم ترتيبات للخروج، يأتون لها بدابة، إما حمار وإما شاة وإما طائر، فتمعك به جسمها لتزيل ما فيها من الأوساخ المتراكمة، تفتض به يعني تدلك به جسمها، والغالب أنه يموت هذا الحيوان أو هذا الطائر. هذا من الابتلاء والامتحان، أن هذا الطائر أو هذا الحيوان الذي تمسحت به أنه يموت، هذا من الابتلاء والامتحان. ورابعا أنها إذا خرجت يعطونها بعرة، يعني بعرة الشاة أو بعرة البعير، فتلقيها علامة على أنها انتهت، خلصت من العدة. الإسلام لا يرتب شيء من هذا أبدا، إذا تمت عدتها تخرج تلقائيا وخروجا عاديا ليس فيه أي إجراءات. هذا من التيسير، تيسير الله سبحانه وتعالى. فهذا فيه بيان التحدث بنعمة الله عز وجل، وفيه بيان مزايا الإسلام، وأنه دين اليسر، وأن اليسر ليس معناه التخلص من الأوامر، معنى اليسر أنه يأتي بالأوامر وبالنواهي على حسب استطاعته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذا معنى اليسر، أنه يأتي بأوامر الله ويترك نواهيه على حسب الاستطاعة والمقدرة. إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذا معنى اليسر. ليس معنى اليسر ترك الأوامر وفعل المحرمات وإعطاء النفس ما تشتهي مما يضرها ويفسدها، هذا ليس من اليسر، هذا هو الحرج، وهذا دين الجاهلية. نعم. كتاب اللعان. نعم، اللعان تكرر عليكم أن معناه الشهادات المكررة المختتمة باللعن أو بالغضب، اللعن أو الغضب. واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله سبحانه وتعالى، فسمي اللعان وهو الأيمان المكررة، سمي لأنه يختم باللعنة، لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، سمي اللعان بهذا. الله سبحانه وتعالى أوجب الحد على القذف، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. فأوجب الحد على القاذف إذا قذف امرأة أو رجلا بالزنا أو باللواط، فإما أن يأتي بأربعة شهود يثبتون ما يقول، وإلا فإنه يجلد 80 جلدة ويحكم عليه بالفسق ولا تقبل شهادته بعد ذلك. وذلك لأجل حفظ اللسان عن الكلام البذيء والكلام المحرم، ومن أجل حفظ الأعراض من الاعتداء عليها بالكلام والتلطيخ. الله جل وعلا حرم الدماء وحرم الأموال وحرم الأعراض، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فهذا كلام قبيح شنيع، عالجه الإسلام بهذا الحكم الفاصل حتى يرتدع الناس عن إشاعة الفاحشة والكلام المحرم البذيء، تلطيخ الأعراض. فكر إذا قال فلان زاني أو فلان زانية، ماذا يلحق المقذوف؟ يلحقه الذل والهوان، لأنه أفسد عرضه بالكلام هذا، والناس ما يصدقون لو أخذ ماله كله كان أهون من قذفه بالفاحشة، أهون، لأن العرض أغلى من المال. فالله جل وعلا لأجل صيانة الأعراض
عن الكلام الذي يلطخها وأوجب الحد على القاذف إلا إن جاء بأربعة شهود يشهدون ويصفون الواقع، هو بس يشهدون إن فلان زنى أو فلان فعل اللواط، لا ما يكفي هذا، لازم يصفون الجريمة كيف حصلت وصف دقيق، ما يكفي إنه يقول فلان زنى أو فلان فعل اللواط، لا لازم يصف الجريمة بوصفها الذي، لأنه إذا قال فلان زنى يحتمل إنه زنا غير الفعل الفاحش، لأن الزنا يختلف، العين تزني وزناها النظر فالزنا يختلف، فلا بد أن يفسره بما لا يقبل الاحتمال أنه زنا صريح وهو فعل الفاحشة، وهو أنه رأى ذكره في فرجها صراحة، كل واحد يقول هذا لا بد، وإلا فإنهم يحدون، الشهود يحدون، يقام عليهم الحد، لأنهم صاروا قذفة، إذا لم يصفوه ويبينوه فإنهم قذفة يحدون، أو نقصوا عن أربعة، حتى لو وصفوه وصفا دقيقا ونقصوا عن أربعة يقام عليهم حد القذف، كل هذا من أجل صيانة الأعراض. فالذي يقذف امرأة أو رجلا بالزنا أو باللواط إما أن يقيم أربعة شهود يشهدون على حقيقة الجريمة ووصفها، وإن لم يأتي بأربعة شهود فإنه يجلد 80 جلدة ولا تقبل شهادته ويحكم عليه بالفسق. استثنى الله جل وعلا الزوج مع زوجته، الزوج مع زوجته، لأن الزوج ما يتمكن من أنه يجيب أربعة شهود، فإذا قذف زوجته فإما أن يقام عليه حد القذف وإما أن يسقط الحد باللعان، بدل الشهود يلاعن، بمعنى أنه يشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين فيما قذفها به، والخامسة أن عليه لعنة الله إن كان من الكاذبين، ثم إذا فعل ذلك سقط عنه الحد وتوجه الكلام إليها هي، فلها أن تسقط الحد أيضا باللعان بأن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماها به، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فإذا تم اللعان يفرق بينهما تفريقا مؤبدا، ويكون إجراء اللعان تحت إشراف الحاكم، ما يتلاعنون في مكان ليس فيه الحاكم، لابد من حضور الحاكم، لأن الرسول هو الذي أجراه بنفسه عليه الصلاة والسلام، فلا بد أن الذي يقيم اللعان هو الحاكم الشرعي، هذا هو اللعان في الإسلام. فإذا نكل عن اللعان، نكل الزوج عن اللعان، فإنه يكون قاذفا يقام عليه الحد. أما إذا نكلت الزوجة فاختلف العلماء هل يقام عليها الحد، لأن الله قال ويدرأ عنها العذاب، يعني الحد، فإذا نكلت يقام عليها الحد، وقيل لا يقام عليها الحد بمجرد النكول. نعم. كتاب اللعان. فإذا تم اللعان بينهما ترتب عليه أمور، أولا أنه يفرق بينهما فرقة مؤبدة لا يتزوجها بعد ذلك أبدا، ثانيا أن الولد ينتفي ويلحق بالزوجة إلا إذا استلحقه الزوج فإنه يلحق به، أما إذا لم يستلحقه فإنه ينتفي منه ويكون تابعاً للزوجة. ثالثاً أنه يسقط عنهما الحد، هذه الآثار المترتبة على تمام اللعان بين الزوجين. نعم. كتاب اللعان. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن فلان بن فلان قال يا رسول الله أرأيت أن لو يعني فلان بن فلان ما سماه من باب الستر عليه، نعم، ولا لأنه ما في فائدة ذكر اسمه، نعم. قال يا رسول الله أرأيت أن لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع؟ قيل إن الرجل كان شاكا في زوجته ومتحير ماذا مش يعمل، فجاء يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم، وقيل إنه ليس شاكا ولكنه تعجل الأمر، ولا يجوز للإنسان أنه
يسأل عن شيء قبل أن يحدث لئلا يبتلى، ما يسأل عن شيء قبل أن يحدث لئلا يبتلى. إذا حدث الشيء اسأل، أما قبل فلا تسأل. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم. فلا يجوز الإنسان أن يسأل عن شيء مكروه لا لم يقع، بل يسأل الله العافية يتجنب هذا الشيء. نعم. كيف يصنع إن تكلم تكلم بأمر عظيم وإن سكت سكت على مثل ذلك؟ يعني إن تكلم صار قاذفا وأقمتم عليه الحد، وإن سكت سكت على أمر عظيم لأنه يرى الفحش في أهله ولا يقدر يعمل شيء. نعم. قال: فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبه. نعم. هذا فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يجبه لأنه سأل عن شيء لم يقع، وهذا أمر مستكره لا يجوز البحث عنه قبل وقوعه. هذا فيه تأديب من الرسول صلى الله عليه وسلم للناس إنهم ما يسألون عن أشياء مستكرهة قبل وقوعها، لا سيما ما يتعلق بالأعراض. نعم. فلما كان بعد ذلك أتاه فقال: إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به. نعم، هذا فيه دليل على أن من تكلم بأمر مكروه أنه يبتلى به عقوبة له، فلو أنه سكت من الأول لسلم، هذه عقوبة والعياذ بالله. نعم. فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات في سورة النور. هذا سبب نزول الآية، هذا الحديث، سؤال هذا الرجل هو سبب نزول هذه الآية الكريمة أو هذه الآيات الكريمة من أول سورة النور. نعم. فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات في سورة النور: والذين يرمون أزواجهم فتلاهن عليه ووعظه وذكره. تلاهن الرسول صلى الله عليه وسلم عليه، حينئذ لا بد أنه يقام عليه الحد لأنه قاذف، إلا أن أسقطه باللعان. وعظه الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ما يقدم على اللعان، وأنه يتوب إلى الله مما قال، إن لم يكن متأكدا يتوب إلى الله ولا يقدم على اللعان، لأن هذا أمر خطير. فهذا فيه دليل على أن الحاكم قبل أن يقيم اللعان يعظ الطرفين ويقول: عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. يعني كونه يقام عليك الحد في الدنيا أهون من عذاب الآخرة. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. فيقول: عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، اعترف بالخطأ ويقام عليك الحد في الدنيا أهون. نعم. ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. نعم. فقال: لا، والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها. نعم، متأكد، هو متأكد من الوضع ولذلك حلف عليه. نعم. ثم دعاها فوعظها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. نعم، لأن كونها تعترف بالجريمة ويقام عليها الحد في الدنيا من الرجم أهون عليها من عذاب الآخرة في النار والعياذ بالله، لأن عذاب الزناة في النار أشد من عذاب غيره، يجعلون في تنور من نار والعياذ بالله، يهبط بهم اللهب ويرتفع، يهبط بهم اللهب ويرتفع ويصيحون من شدة ما يلقون من العذاب. فكونه يقام عليها الرجم في الدنيا أهون من أن تكون مع الزناة يوم القيامة، يطهرها الله بالحد. نعم. ثم دعاها فوعظها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فقالت: لا، والذي بعثك بالحق إنه لكاذب. نعم، هي أيضا عندها أنها متأكدة أنه ما حصل منها شيء. نعم. فبدأ بالرجل، ولكن
لابد أن أحدهما كاذب. الرسول لما انتهى قال الله يعلم إن أحدكما لكاذب. ما يمكن يصدقون جميع، ما يمكن يصدقون جميع، لابد أن حداهم كاذب. نعم. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ما له إلا يقيم الحكم الشرعي ويكل باطن الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، فنحن نعمل بالظواهر. نعم. فبدأ بالرجل فشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله والعياذ بالله، دعا على نفسه باللعنة إن كان من الكاذبين. نعم. ثم ثنى بالمرأة فشهد. هذا فيه دليل على أنه يبدأ بالرجل، اللعان يبدأ بالرجل ثم بعده المرأة. نعم. ثم ثنى بالمرأة فشهدت 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. والخامسة أن غضب الله عليها، وفي قراءة أن غضب الله عليها، والغضب والعياذ بالله أشد من اللعن، غضب الله أشد من لعنة الله. ولماذا كانت هي أشد المرأة؟ لأن جريمتها أشنع، إن كانت كاذبة جريمتها أشنع، لأنها تدخل أولاداً من غير الزوج ويكونون محارم وهم أجانب ويرثون وهم غير وارثين، يترتب على كذبها مفاسد كبيرة والعياذ بالله. لذلك صار دعاءها بالغضب أشد من اللعنة. نعم. لأن كذبها في هذا أشد من كذب الزوج. نعم. ثم فرق بينهما. فرق بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا فيه دليل على ما على الأحكام المترتبة على اللعان، وهو التفريق بينهما، فلا يجتمعان أبدا ولا يتزوجها بعد ذلك. نعم. ثم فرق بينهما ثم قال إن الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ هذا فيه دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم يحكم على الظاهر، لا يحكم على ما في القلوب، هذا يحكم به علام الغيوب سبحانه وتعالى. فنحن علينا الحكم بالظواهر، ونقيم الحكم على الإجراءات الشرعية، ومنها اللعان، ونكل الأمر إلى الله. الله يعلم أن أحدهما، لأنه ما يمكن كلهم صادقين أبدا، لازم أحدهم كاذب، ولكنه لم يتعين. نعم. ثم قال إن الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ 3. أيضا كرر عليهما عليه الصلاة والسلام، هذا من حرصه على تخليص المسلم من الإثم، كرر عليهم التوبة، بدأ بها بالأول ثم كررها بعد اللعان، من أجل أن يخلصهما من المستقبل. نعم. فهل منكما تائب؟ 3. ومن تاب تاب الله عليه. وكونه يتوب ويقام عليه الحد، يعني يعترف أنه كاذب ويقام عليه الحد، أسهل عليه من أنه يصر ويعذب في الآخرة. نعم. وفي لفظ لا سبيل لك عليها. نعم، لا سبيل لك عليها، لأن الرجل قال يا رسول الله مالي، طلب المال الذي دفعه إليها، طلب المهر الذي دفعه إليها، فقال ليس لك سبيل عليها، لأن المهر تقرر لها بالدخول ما استحل من فرجها. نعم. قال يا رسول الله مالي، قال لا مال لك. أي نعم. إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت فهو أبعد لك منها. أي نعم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلاً رمى امرأته وانتفى من ولدها في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاعنا كما قال الله تعالى، ثم قضى بالولد للمرأة وفرق بين المتلاعنين. نعم. القذف إما أن يكون بالقول، أن يقول رأيتها تزني، وإما أن يكون بالكناية، أن يقول هذا الولد ليس مني، هذا معناه أنه زاني. فالقذف يكون بالصريح اللفظ ويكون بالكناية.
فإذا قال هذا الولد ليس مني فإنه يقام اللعان بينهما، فإذا تم فإنه ينتفي الولد عن الزوج ويكون تابعا. الولد ما يضيع، لازم يتبع أحدهما، فيتبع المرأة لأنها ولدته، المرأة ولدته يقينا، الله أعلم إنها ولدته من زوجها أو من غيره، إنما هي ولدته يقينا فهو ابنها، أما الرجل فيحتمل، فلذلك لا يلحق به. نعم. ثم قضى بالولد للمرأة وفرق بين المتلاعنين. هذا من آثار اللعان أيضا، أن الولد ينتفي عن الزوج ويلحق بالمرأة. نعم. وعن أبي هريرة يرثها وترثه ويكون محرما لها. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل من بني حزارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتي ولدت غلاما أسود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك إبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: حمر. قال: فهل يكون فيها من أورق؟ قال: إن فيها لورقا. لورقا. قال: إن فيها لورقا. قال: فأنى أتاها ذلك؟ قال: عسى أن يكون نزعه عرق. قال: وهذا عسى أن يكون نزعه عرق. هذا الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، عرض عنده تعريضا بالمرأة، قال: إن ابني أسود، جاء ابني أسود، هذا تعريض بالمرأة، كأنه يقول الولد ما هو مني لأنه أسود. ولكن هذا لا يصلح أن يكون قذفا، ولا يصلح مجرد اللون، ما يصلح أن يشكك في المرأة، لأن اللون يحتمل أنه جاءه وراثيا من جد بعيد أو قريب، هذا ما يسموه الآن الأطباء بالوراثة، يكون يمكن جده الأعلى أنه أسود فجذبه عرق ووصل السواد إلى هذا الابن من أجداده، أبوه أبيض، لكن إذا كان جده أو جد جده أسود يمكن أنه يسري إليه. الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى لم يتسرع في هذا الأمر، بل إنه ضرب المثل المقنع الواضح، قال له: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما لونها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ والأورق هو الذي يكون فيه لون رمادي، اللون الرمادي الذي يكون بين البياض وبين السواد، ومنه سميت الحمامة ورقاء لأن لونها رمادي. قال: هل فيها من أورق؟ قال: نعم، فيها ورق. قال: وش السبب إن هي حمر وطلع فيها ورق؟ قال: لعله جذبها عرق. عند ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قرر الحكم الشرعي، قال: وهذا لعله نزعه عرق. فاقتنع الرجل وزال عنه الشك واللبس. فهذا فيه حكمة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه يوضح الحكم بالمثال المحسوس حتى يزول الشك. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام، فقال سعد: يا رسول الله، هذا ابن أخي عتبة ابن أبي وقاص، عهد إلي أنه ابنه، انظر إلى شبهه. فقال عبد بن زمعة: هذا أخي يا رسول الله، ولد على فراش أبي من وليدته. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث وما بعد في لحوق النسب، الأمور التي يلحق بها النسب، نخليه نأجله للدرس القادم إن شاء الله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل يجوز للمرأة الإحداد في غير بيت الزوج؟ لا، يجب عليها الإحداد في البيت الذي توفي زوجها وهي فيه، يجب عليها، لقوله صلى الله عليه وسلم: امكثي في البيت إلى أن يبلغ، قال لفريعة الأسلمية: امكثي في البيت حتى يبلغ الكتاب أجله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: وهل يجوز للمرأة المحدة
مخاطبة الرجال الأجانب؟ نعم، مخاطبتهم للحاجة ما في بس، مشافهة أو بالجوال أو بالتلفون للحاجة، والسلام والسؤال عن شيء ما في مانع. إنما الممنوع الكلام اللي فيه ريبة أو فيه إطماع للذين في قلوبهم مرض، وهذا ما هو خاص بالمعتدة، هذا عام من جميع النساء. فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلنا قولا معروفا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للمرأة المحدة أن تستعمل الشامبو والصابون المعطر؟ الذي ما فيه طيب لا بأس، المحدة تتنظف وتغتسل وتسرح شعرها لكن بغير الطيب، تستعمل المواد المنظفة من صابون أو سدر أو شامبو ليس فيه طيب، ما في مانع. وليس الأمر كما هو في الجاهلية أنها تترك التنظف وتتراكم عليها الأوساخ والروائح. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، القهوة المخلوطة بالزعفران؟ لا، المرأة ما تشرب القهوة التي فيها الزعفران، لأن الزعفران نوع من الطيب، ونهى المحدة أن تلبس ثوبا مسه ورس أو زعفران. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من تطيبت أو اكتحلت في إحدادها وهي تعلم بالحكم فماذا عليها، وهل هناك كفارة؟ عليها الاستغفار والتوبة، وليس فيه كفارة، فيه التوبة والاستغفار. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة انقضت عدتها من الوفاة فقال لها بعض النساء لا بد أن تزودي 3 أيام احتياطا، أن تزودي ثلاثة أيام احتياطا، فهل قولهم صحيح؟ هذا حرام، هذا القول حرام، كذب، عليهم التوبة من هذا. لا يجوز يزود على حكم الله 4 أشهر و10 أيام، ما يجوز يزود عليها. فعلى هؤلاء القائلات أن يتوبن إلى الله ولا يقولن على الله بغير علم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ذكر عود القصد والأظفار يعد على سبيل المثال فيجوز أن يستعمل غيره بعد الحيض، أم هو خاص بهذين العودين؟ والله هو الظاهر أنه خاص بهذين العودين، وهن موجودات عند العطارين فيقتغيد بهما. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لأنه ربما أن فيهم خاصية ليست في غيرهم. نعم. يقول هل يجوز للمرأة المتوفى عنها زوجها وهي في العدة أن تخرج إلى المسجد للصلاة على زوجها؟ لا، صلي عليه في بيتها، هذا الصلاة على الجنازة خاصة بالمسجد، صلي عليه في بيتها. نعم. ويجوز يجتمع نساء ويصلن عليه جميع جماعة، ما في مانع. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، خروج المرأة المحدة للعمل في الليل كالطبيبة؟ نعم. صلي عليه يعني على جنازته، قبل يشال من البيت صلي عليه، إذا غسل وكفن إنها تصلي عليه، هي ومن شاءت من النساء قبل أن يخرج من البيت. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، خروج المرأة المحدة للعمل في الليل كالطبيبة مثلا، ما حكم ذلك؟ لا، تأخذ إجازة، الطبيبة والمدرسة يأخذ إجازة مدة العدة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، هل يكون هذا الحكم وهو الإحداث خاص بالمسلمة؟ لأن المسلمة هي التي تلتزم بأوامر الله، وهي التي تخاطب بالأحكام الشرعية، أما الكافرة ما تخاطب بالأحكام الشرعية حتى تسلم تؤمن. نعم. الكافر ما يؤمر بالصلاة، والمسلم يؤمر بالصلاة، هكذا. فالمسلم هو اللي يخاطب بالأحكام الشرعية، أما الكافر فلا يخاطب حتى يسلم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كانت المرأة المحدة جالسة مع نساء وتطيبنا تلك النسوة فأثرت الرائحة عليها فكان ريحها طيبا، هل عليها شيء؟ اللي بغير اختيارها ما في شيء، اللي بغير اختيارها وغير فعلها ما في شيء. لو جاء البخور، رائحة البخور ودخل في أنفها من غير قصد ما يضر هذا، أو رائحة الطيب سرت إليها وانصبغ بها شعرها أو شيء من غير اختيار، ما في بس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في هذه الأزمنة
أصبحت عادة الناس في العزاء 3 أيام، فهل هذا الأمر بدعة؟ نعم، تخصيص أيام للعزاء ومكان، تخصيص زمان ومكان وإعداد طعام، كل هذا من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. التعزية تكون في البيت، في الطريق، في المسجد، في الدكان، في المتجر، في محل العمل، نعم، ما له مكان مخصص. نعم. وهل تخصيصه في الجلوس في المنزل يكون من النياحة؟ النبي جرير بن عبد الله رضي الله عنه يقول: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت صنعة الطعام من النياحة. فالتكلف في هذه الأمور وتطويرها والإعلان عنها في الصحف هذا لا يجوز. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل يجوز للمرأة المحدة أن تستحم أثناء الإحداد لأجل النظافة والتبرد وليس لأجل الحيض أو النفاس؟ كما سمعتم قريبا لها أن تغتسل وتنظف وتبرد وتستعمل المنظفات غير المطيبة، ما في مانع. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: لكن بعض العوام، بعض النساء بالخصوص، يشرع أحكام للمتوفعة، يقول ما تطلع للسطح ولا تناظر القمر ولا تخاطب الناس، لو سلموا عليها ما ترد عليهم، هذا كله من الكذب ومن الجهل، لا يجوز هذا الكلام. لا يجوز لأحد يتكلم بالأحكام الشرعية من غير علم، أن تقولوا على الله ما لا تعلمون، ما يجوز هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: يقولون ولا تطلع للحوش ولا 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 تصعد السطح ولا تشوف القمر، سبحان الله، هذا من الكذب على الله سبحانه وتعالى. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل هذه الأمور الأربعة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الكحل والخاتم وتطويل الشعر ولبس الثوب إلى أنصاف الساقين؟ نعم، هذه من أحكام اللباس، هذه من أحكام اللباس. النبي صلى الله عليه وسلم لبس الخاتم، فيباح لبس الخاتم، ما هو بسنة، مباح، يباح لك تلبس خاتم من غير الذهب، والثوب يكون إلى 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 الكعب على حسب عادة البلد، فإن كان البلد يلبسون إلى نصف الساق تلبس مثلهم، كانوا يلبسون إلى الكعب تلبس مثلهم، ولا تخالفهم وتكون شهرة بينهم. وش غيره؟ تطويل الشعر. الشعر إذا كان القصد منه الحاجة إليه، يظلل راسك وتجمل به وتعتني به وتنظفه، هذا طيب لا بأس به. أما إذا كان تغذيه على صفة ما يفعله الغربيون وتقلد الغربيين في شعورهم، هذا لا يجوز. نعم. وكذلك إذا كنت تريد أن الشعر تغذي الشعر، تراجع السنة، عمل الرسول صلى الله عليه وسلم كيف كان يعمل، تعمل مثله. نعم. كذلك وضع الكحل. الكحل هذا طيب، هذا نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتحل بالإسمد، وكان يكتحل ليلة بعد ليلة ما يداوم عليه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل يؤخذ من وضع أم حبيبة رضي الله عنها للصفرة على ذراعيها، هل يؤخذ منه جواز وضع المرأة للمكياج والأصباغ في وجهها؟ ما في مانع، المرأة تتجمل بما جرت به العادة من المساحيق والأصباغ، إلا إذا كان هذه المساحيق أو هذه الأصباغ تتجمد على الجلد وتمنع وصول الماء، ماء الوضوء والاغتسال إلى الجلد، فلا يجوز هذا. أما إذا كانت ما تمنع وصول الماء فلا مانع من ذلك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: إذا ذهب رجل إلى الجهاد في سبيل الله، فكيف تعتد زوجته ومتى تبدأ عدتها؟ وكذلك إذا غاب الزوج غيبة طويلة. إذا كان علمت بوفاته فإن العدة تبدأ من الوفاة، تبدأ العدة من الوفاة، ولو لم تعلم إلا بعد نهايتها تكون خرجت من العدة. العدة تبدأ من الوفاة إذا علمت، إذا لم تعلم هذا ما يسمى بالمفقود، هذا يرجع فيه إلى المحكمة وتقرر فيه ما يناسب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: من قذف امرأة ولاعنها وهو كاذب،
ثم تاب إلى الله، فهل يكون من التوبة أن يرجع إلى القاضي فيخبره ليقيم عليه الحد؟ والله الظاهر أنه يتوب إلى الله ويستغفر، وهذا أحسن له منه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله، القاضي ما يقيم عليه الحد إلا إذا طالب من له الحق، إذا طالب من له الحق يقيم عليه، أما إذا لم يطالب المقذوف القاضي لا يقيم الحد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لماذا يقوم الرجل بالملاعنة مع أن في يده العصمة فله أن يطلقها متى ما رأى منها ما يمس عره، وما هو الأفضل في حقه؟ هل يرفع ذلك للحاكم أم يطلق فيستر عليها؟ إذا طلقها انتهى الموضوع، لكن إذا قال ما نمطلقها، أنا خاف أطلقها يلحق بي الولد ويصير ولدي وأنا ما أطمئن إليه، فهذا لابد من الملاعنة. نعم. أما لو طلقها انتهى كل شيء، إحنا ما نلزمه يروح للقاضي ويلاعن، إذا طلقها انتهى الأمر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم في شرح حديث ابن عمر في اللعان أن اللعان يبدأ فيه بالرجل، فهل لو اتهمت المرأة زوجها يبدأ الرجل أم المرأة؟ لا هذا ما ورد أنه يقام اللعان من اتهام المرأة، لا، إنما هذا باتهام الرجل فقط. نعم. تتمة للجواب السابق، إذا تاب بعد الملاعنة فالحق للزوجة، يتصل به إما أنه تسمح له وإما أنها تطالب بإقامة حد القذف عليه، الحق لها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا تلاعن الزوجان وهما تاركان للصلاة بالكلية وفرق بينهما ثم تابا، فهل لهما العودة؟ هذه فيها تفصيل عند الفقهاء. المرتد يفرق بينه وبين زوجته من حين الردة، من حين الحكم بردته فرق بينهما، فإن تاب في أثناء العدة رجع